لو فكرت تعمل الحركة دي هتتعب قوي، بس الفكرة انك ممكن تعمل ده لو انت صانع محتوى. طب ازاي تبقى صانع محتوى وازاي تعرف تعدل على فيديوهاتك؟ عمرك قبل كده جاتلك فكرة انك نفسك تبقى صانع محتوى بس بيقابلك دايما مشكلة المونتاج، وبيبقى نفسك انك تكمل بس قلقان ومش عارف تبدأ منين وملكش نفس تتعلم حاجة جديدة، نفسك اللي يجيبلك الفيديو جاهز ويقولك ارفعه على طول، وبيبقى نفسك تعبر عن نفسك وتجيب كلام جوه الفيديو بس برضه ما بتعرفش تعملها؟ طب كل الفيديوهات السوشيال ميديا اللي بتتعمل تفتكر اللي بيعملوها هم نفس الناس اللي بيعملوا المونتاج بتاعها؟ طبعا لا، لان في كونتنت كرييتور كتير بيتعاملوا مع شركات معينه علشان يعملوا تعديلات على فيديوهاتهم ويجيبوها لهم جاهزه. يعني ممكن تلاقي الفيديو بتاعك احترافي زيك زي اي حد موجود من صناع المحتوى، وتلاقي حاجات بتطير حواليك كل شويه وانت مش عارف الحاجات دي جايه لك منين، بس لسه برضه عندك مشكله انك ما عندكش امكانيات. يعني مثلا ما عندكش مايك احسن حاجه، وما عندكش كاميرا ومضطر تصور بالموبايل. كل ده سهل لان انا ممكن نعدل الصوت والصوره من كده لكده، وكل ده هيبقى بروفيشنال جدا من غير ما تتعب في اي حاجه. لسه برضو عندك مشكله تاني وهتقول انك ما عندكش خلفيه تصور فيها. طب ايه رايك لو صورت على اي خلفيه وخليتها لك كده؟ او ممكن تلاقي فيديوهاتك انت قاعد تتفرج عليها زي ما بيجيبوها في المسلسلات والافلام. ولو عايز تختفي ممكن نخفيك. ايه ده، يعني ممكن كمان تجيب لنا جوه الفيديو بتاعنا فيديوهات تعبر عننا من غير ما نصورها؟ اهم حاجه ان في اي كرييشن هتلاقي نفسك من غير ما تعمل حاجه. ورأيك كمان لو خليت الوان الفيديو كلها تتحول من كده لكده، ده انت ممكن تعمل زلازل وبراكين واعاصير وحاجات كتير جدا حواليك وانت لسه جوه بيتك. الله، يعني اقدر ابقى صانع محتوى من غير ما اتعلم مونتاج؟ دلوقتي تقدر مع اي كرييشن، هي اللي هتقدر تعمل لك كل اللي انت عايزه مجرد ما تغمض عينيك وتحلم وهتلاقي الحلم اتحقق. ولو عايزنا كمان نصور لك الفيديو بتاعك ممكن نعمل لك ده. يا عم طب والتكلفه؟ ما هو الموضوع ده مكلف برضه. مع اي كرييشن هتلاقي الموضوع مش مكلف خالص لانها بتقدم لك كل الخدمات دي باقل الاسعار اللي موجوده في السوق. ولو كمان عايز صور بالذكاء الاصطناعي او عايز تعمل اي حاجه في الذكاء الاصطناعي هنعمل لك كل اللي انت عايزه، بس لسه عندك مشكله انك مش عايز تبدا ومكسل. مستني ايه؟ قوم ابدا دلوقتي حالا واعمل اول فيديو ليك وكلمنا على رسائل الصفحه او على الرقم ده عشان تلاقي كل السحر بيحصل والفيديو بتاعك يبقى كانه فيلم سينما. وطبعا سابقه اعمالنا بتشهد لنا بالكلام ده. ايه كرييشن هتخليك تصنع المحتوى بتاعك على السوشيال ميديا وتكسب منه فلوس قد كده. في اي كرييشن هنحقق لك المستحيل.